مستقبل إمارة الشارقة في أيادي أمينة من خلال الخدمات المستمرة في رعاية كبار السن. الشارقة هي المدينة العربية الوحيدة اللي حققت إنجاز الانضمام للشبكة العالمية للمدن المرعى للسن. الدور الاجتماعي مكمل كل المؤسسات اللي موجودة سواء كانت في القطاع الحكومي أو الخاص. نتمنى إن شاء الله من الجميع الذين يتحملون المسؤولية أن يراعوا المجتمع، وإذا أرادوا أن يبنوا فليبنوا حول الأسرة وحول الفرد، ونحن هنا في الشارقة كل عملنا منصب على الفرد من بداية طفولته إلى أن يصل إلى آخر عمره. الشارقة استطاعت أن تحقق عضوية الشبكة العالمية للمدن المرعية للسن، وهذه الشبكة طبعا هي متوفرة على مستوى العالم، حاليا أكثر من 900 مدينة على مستوى العالم أعضاء في هذه الشبكة. فبسبب الجهود السابقة لإمارة الشارقة استطاعت أن تكسب حقيقة الانضمام لهذه الشبكة العالمية للمدن المرعية للسن. ضمن رؤية الدائرة في نحو مجتمع يتمتع بالرفاه والأمن والاستقرار الأسري والاحتواء الاجتماعي، وككون دائرة الخدمات الاجتماعية المعنية بكبار السن في مجتمع إمارة الشارقة، ضمن أهدافنا الاستراتيجية أن احنا نرتقي بخدمات الرعاية الاجتماعية المتوفرة وفقاً لأفضل الممارسات، وكذلك تمكين الأفراد والأسر من تخطي مشكلاتهم وصولاً بهم لنوعية حياة ومستويات أفضل. الرعاية المنزلية هي إدارة موجودة في إدارة الخدمات الاجتماعية في حكومة الشارقة، تم إنشائها في 2003، كانت بس مختصة لكبار السن وبالأخص للمقيمين لوحدهم، يعني إحنا نخدم حالات من عمر الولادة إلى كبار السن. الأهداف اللي إحنا نقوم بها أن من خلال رؤية الدائرة أن يكون في تأهيل لكبير السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة لأنهم يكونون قائمين بنفسهم على مبدأ الاستقلالية. الجدير بالذكر أنه حتى قبل إحنا ما ندخل في هذا البرنامج اللي هو التابع لمنظمة الصحة العالمية، حققت الإمارة لما عملنا بالتنسيق مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية عملنا تقييم أولي لمعايير البرنامج والبالغ عددهم 189 معيار، وجدنا أنه أكثر من نصف المعايير تقريباً متوفرة قبل بداية هذا البرنامج، فبلا شك هذا يعني أكبر دليل على مدى تقدم الشارقة في مجال دعم الإنسان في كافة مراحل العمرية وخاصة في فئة كبار السن. بداية انطلاقتنا كانت الفكرة جديدة على المجتمع، فكنا إحنا نبحث عن كبار السن. اليوم بالعكس إن أرقام مجانية نستقبل عن طريقها طلبات كثيرة الحمد لله، عندنا حالات في انتظار التسجيل خلال الأيام القادمة إن شاء الله. والدليل إن إحنا أول ما بدأنا في أول 3 سنين كانت الحالات ما تتعدى 100 حالة على مستوى إمارة الشارقة انطلاقة من المدينة إلى الأفرع 8 التابعة لها. اليوم احنا نخدم ما يقارب 2100 منتسب متواجدين على المدن المتفرقه لاماره الشارقه. طبعا من الجهود المميزه للشارقه انه تم وضع خطه استراتيجيه متكامله تم اعتمادها من المجلس التنفيذي لحكومه الشارقه، يشارك فيها اكثر من 17 جهه حكوميه. في هذه الخطه الاستراتيجيه هناك 40 نشاط استراتيجي. بالتاكيد تم وضع رؤيه ورساله وقيم واهداف من خلال هذه الخطة الاستراتيجية مع 40 نشاط استراتيجي ساهمت في العمل على تنفيذه 17 جهة حكومية. من ضمن هالأهداف الاستراتيجية انبثقت منها عدة مبادرات وأنشطة استراتيجية قدرنا من خلالها خلال السنوات السابقة في الخطط الاستراتيجية، ولا زالت أيضا هاي الأهداف مستمرين فيها في خططنا بعد الاستراتيجية 2019-2021، أنها تسعى في
رفع مستوى خلينا نقول الخدمات المقدمة لكبار السن. طبعاً وجود عدة أنشطة نذكر منها على سبيل المثال، أولاً خدمة خلينا نقول أندية الأصالة. أندية الأصالة عبارة عن أندية نهارية متوفرة في إمارة الشارقة، في مدينة الشارقة بالأحرى والمدن التابعة لها. تقريباً يتوفر عندنا 9 أندية أصالة لكبار السن، أندية نهارية يتم فيها تقديم العلاج الطبيعي ويتم فيها تقديم البرامج والأنشطة وبعض الممارسات المسلية لكبير السن خلال الفترة النهارية. تتمحور الخطة الاستراتيجية حول 8 محاور هي أساس برنامج المدن المراعية للسن العالمي. تدور المحاور حول النقل، المواصلات، المساحات الخارجية، الأبنية، الخدمات الاجتماعية، الخدمات الصحية، الدمج الاجتماعي، المشاركة المدنية وغيرها. في 8 محاور هناك 189 معيار فرعي يعني يتقوم عليه الخطة الاستراتيجية لهذا البرنامج. من أهم المبادرات أو الملامح الخطة الاستراتيجية على سبيل يعني المثال وليس الحصر، عندنا خدمة نقل طريحي الفراش والتي تقوم بها القيادة العامة لشرطة الشارقة. طبعاً إحنا كمؤسسة اجتماعية ما نقدر نقول إحنا قائمين بحد ذاتنا ومنعزلين عن المنظمات أو المؤسسات الاجتماعية اللي موجودة في الإمارة أو حتى خارج الإمارة. بالعكس الدور الاجتماعي مكمل لكل المؤسسات اللي موجودة سواء كانت في القطاع الحكومي أو الخاص. طبعاً هذا بارز في الفعاليات اللي تتسوى في الدوائر الحكومية اللي موجودة في الإمارة وخارجها، فإنهم يدعون المسنين للمشاركة في مثل هذه الفعاليات اللي تتسوى. الخدمات طبعاً إحنا دارت خدمات اجتماعية، خدماتنا اجتماعية بحتة، لكن نظراً لطبيعة الحالات اللي نحن نتابعها دخلنا خدمات طبية، في منها طبيب عام، فيها التمريض، فيها علاج طبيعي، خدمات الصيدلية والمختبر، بالإضافة لتعاقد مع مجموعة من الاستشاريين، طبيب نفسي وطبيب الأسنان. تم تشكيل فريق خير وبركة. فريق الخير والبركة بعد تشكل على مستوى إمارة الشارقة من 9 فرق خلينا نقول في كافة المدن التابعة لإمارة الشارقة. تقريباً عددهم 153 متطوع من كبير السن، سميناهم فريق الخير والبركة. تفاعلوا ويانا كبار السن في أنشطة المجتمع وقدروا يخلقون لهم فرص تطوعية تخدم المجتمع. شاركوا في عدة فرص تطوعية على مستوى إمارة الشارقة وكان دخولهم جداً جميل وفي أنشطة وبرامج سواء في رمضان أو في الأيام العادية. هناك الخدمات الإلكترونية الموجهة لكبار السن من أجل اطلاعهم على أفضل التكنولوجيا الحديثة والتي يمكن أنه تسخر لخدمتهم. هنالك ذلك هيئة الطرق والمواصلات تتشارك معنا في مراجعة وترميم الأرصفة وأماكن الانتظار. كذلك عندنا خدمات مميزة من هيئة الشارقة الصحية حيث تم عقد اتفاقيات لعمل خصومات لكبار السن، وبالفعل بدأ القطاع الخاص يكون شريك مع الشارقة في توفير خصومات لمبادرات صحية تخدم كبار السن من خلال الاحتياجات الطبية لكبار السن. استحداث خدمات جديدة مثل خدمة نادي الأصالة، فيها برامج تتقدم سواء عن طريق ناس يعني مختصين في برامج تأهيل وتعليم كبار السن أو ورش تقدم كبار السن نفسهم بينهم وبين بعض، بالإضافة إلى المتطوعين من الأطفال والشباب. توجد لدينا عيادات خلينا نقول حافلات، عيادات متنقلة، حافلة العلاج الطبيعي، حافلة العيادة المتنقلة بعد لكبار السن، وعندنا حافلة عيادة الأسنان طبعاً بدعم من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه.
هالعيادات خلينا نقول تتميز بنوع من الرفاهية اللي يتميز فيها مجتمع إمارة الشارقة، كون أن العيادات هاي المتخصصة تصل إلى مواقع خلينا نقول منازل كبار السن والمواقع العامة في خدمة أفراد المجتمع كنوع من أنواع الرفاهية، كنوع من أنواع الدعم لمثل هاي كبار السن في مثل بعض التخصصات اللي هي موجودة اللي توفرها الحافلة. كان في السابق يمكن الأنشطة الرياضية مقتصرة على فئة الشباب والأصغر سناً، بس الآن نحن طبعاً وبالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي تم دمج كبير السن في مختلف الأنشطة الرياضية، وأصبح تواجدهم هو جزء من الفعاليات الرياضية على مستوى الإمارة. كذلك هناك أحد المبادرات الاستراتيجية مبادرة الابن البار، بالتنسيق مع منطقة الشارقة التعليمية ومجلس الشارقة للتعليم من خلال كسب مهارات توقير الكبير في الأطفال من خلال عمل مسابقات لأفضل مبادرة لبر كبير السن، وهناك معايير للجائزة وهناك تكريم للفائزين. الخدمات الاجتماعية متنوعة، فيها خدمات يعني تدخل فيها الجانب الديني عن طريق محفظين القرآن، عن طريق البرامج اللي ممكن تتسوى لهذه الحالات في البيوت، عن طريق الأخصائيين الاجتماعيين الموجودين عندنا في الفرق اللي تقوم بالزيارة. طبعا فيها ربط بين الأبناء والمنتسب إذا كان مثلا المسن عايش بروحه في مكان بعيد عن عياله، يتم الربط عن طريق الزيارات أو الدمج المبدئي، وبعدين يكون الدمج الكلي لهذا المسن ضمن أسرته. خدمات الطبية، خدمات هي شبيهة بنفس الخدمات اللي تقدم في دار رعاية المسنين، مثل الإشراف على الأدوية، تنسيق المواعيد، مرافقة المسن إلى المستشفى، توفير الأدوية عن طريقنا وصرفها عن طريق وزارة الصحة اللي تم تزويدنا بالأدوية في صيدلية الإدارة. بالإضافة لخدمات العلاج الطبيعي عندنا على كذا نوع، ممكن تكون علاج طبيعي منزلي أو علاج طبيعي في العيادة المتنقلة للعلاج الطبيعي أو في مركز العلاج الطبيعي في دار رعاية المسنين أو نادي الأصالة في الإدارات اللي موجودة في الرعاية المنزلية. المبادرة الأولى على مستوى الإمارة هي عمل مواصفات لمساكن كبار السن، وقامت بالإشراف عليه مجلس التخطيط العمراني، حيث قاموا بتصميم دليل إرشادي لمواصفات مساكن كبار السن، بحيث أنه أي كبير سن تتوفر له كل سبل الأمان في المنزل من خلال المواصفات الهندسية والتصميمية للمساكن والمباني. بالنسبة لملتقى كبار السن التي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة راح يكون إن شاء الله في دورته الثامنة خلال شهر أكتوبر تزامنا مع يوم المسن العالمي، يتم من خلال هذا الملتقى استعراض أبرز الخدمات والممارسات العالمية على مستوى خدمات كبار السن من جميع النواحي، خلينا نقول ناحية النفسية، من ناحية الاجتماعية، من ناحية الصحية، بالتعاون طبعا مع وزارة الصحة وعدة جهات تدعم مثل هاي المشاريع المتعلقة بكبار السن. قصص النجاح كثيرة في إدارة الخدمات الاجتماعية وبالتحديد في الرعاية المنزلية، طبعا هذا يرجع لتكاتف الأبناء لتخطي هذا المنتسب لوضع صحي يمر فيه أو ظروف اجتماعية وجدت غصبا عنه، دخلت في حالات من الاكتئاب ممكن أو أمراض ممكن تداركها مع الوقت. يتم طبعا وضع خطط علاجية لمثل هذه الحالات لتخطي مثل هذه الظروف. اليوم احنا ممكن ما نخص بالذكر مجموعة من الحالات، لكن نقدر نقول ان عندنا قصص نجاح كثيرة الحمد لله على مستوى الحالات في انها تخطت هذه الظروف اللي تعرضت لها. الشراكة هي جزء من هذا البرنامج، لأنه إحنا كمكتب تنفيذي لا نستطيع أن نعمل بمعزل عن الشركات والجهات. فمن المبادرات الخاصة بالشراكة إنه إحنا أحد مبادراتنا هي توقيع وثائق التزام بمراعاة السن مع الدوائر، وهذه الوثيقة هي وثيقة معنوية وليست إلزامية، بمعنى إنه الدائرة تتعهد معنوياً أنها تكون مؤسسة
أو جهة صديقة ومراعية للسن، بمعنى أنه تنشر ثقافة المدن المراعية للسن. كذلك من المبادرات المميزة بسبب برنامج الشارقة مدينة مراعية للسن أنه صار الحق لأي كبير سن في إمارة الشارقة بغض النظر عن الجنسية أو الديانة أن يستخدم المواصلات العامة بصفة مجانية فقط من خلال إبراز بطاقة الهوية. وهذا طبعاً جهد كبير من هيئة الطرق والمواصلات اللي سعت لتنفيذ هذه المبادرة. طبعاً منظمة الصحة العالمية تصنف كبير السن أي شخص فوق 60 عام يعتبر كبير السن، وبسبب هذا البرنامج استطعنا أن نحقق هذا الشيء طبعاً بدعم كبير من جميع الجهات، إنه كبير السن صار جزء من مجالس إدارة مجالس الضواحي والقرى من أجل يعني نقل وجهة نظرهم واحتياجاتهم على مستوى الإمارة. طبعاً التنمية عندنا هنا نابعة من إرادة المنتسب هذا للرعاية المنزلية. هو انتسابه للرعاية المنزلية مو معناته أنه هو عاجز أو أنه مثلاً إنسان فاقد للرعاية الاجتماعية، بالعكس هو يبغي الجهة أو المؤسسة اللي توجهه بالطريقة اللي هو ممكن يتعايش مع الظروف اللي حوالينا في أنه يكون عضو فعال في هذا المجتمع رغم أنه للمقاعد والممرات وصل لمرحلة كبيرة من العمر، لكن تنميته مثل ما إحنا يعني مستهدفينها فإنه يكون في ربط بينه وبين الأجيال الجديدة عن طريق برامج تطوعية يتم تقديمها، يكون فيها تبادل الخبرات بين كبير السن وبين الطفل باللي تتناسب مع وضع كل حالة على حدة. من الشركات العالمية نحب يعني ننوه إنه هذا البرنامج يعمل تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، ونخص بالذكر هو المكتب الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف بسويسرا. شراكتنا معهم بتتمثل في انه احنا من اجل ان نحافظ على عضويتنا في الشبكه وفي البرنامج دائما في تواصل مستمر معهم، دائما احنا نتشارك مع منظمه الصحه العالميه بجنيف بسويسرا بافضل الممارسات المتبعه في اماره الشارقه، فهذا جزء من الشراكه. من المتطلبات انه احنا نحاول انه نتشارك بقصص النجاح في الاماره وننقلها كتجربه عالميه للمدن الاخرى. في المقابل احنا كمكتب تنفيذي يعني نستفيد من التجارب العالميه، يعني احنا دائما بتواصل مع منظمه الصحه العالميه من اجل ان نطلع على افضل الممارسات العالميه، وبالفعل جدا ساعدونا جدا دعمونا في نقل تجارب المدن الاخرى في اماره الشارقه. احنا بالعام 2018 عقدنا مؤتمر استضفنا فيه متحدثين خارجيين كان بالتنسيق مع منظمه الصحه العالميه ونقلونا تجارب ناجحة لدولهم. هناك موقع لبرنامج المدن المراعية للسن اللي هو ضمن الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، هناك أي شخص ممكن أنه هو يعني يدخل هذا الموقع ويطلع على كل التجارب المدن اللي منضمة للشبكة العالمية. فإحنا حطينا كإمارة الشارقة كل تجاربنا وهذا أحد متطلبات استمرار العضوية، كذلك إحنا من خلالهم نطلع على تجارب المدن الأخرى. ومن الأنشطة الاستراتيجية اللي احنا التزمنا فيها كمكتب تنفيذي انه نعمل اصدار، هذا الاصدار هو اصدار سنوي بحيث انه احنا كذلك انه نطلع على تجارب المدن الاخرى ونوثقها ونحاول انه احنا تكون بالنسبة لنا مرجع وباللغة العربية. النظرة المستقبلية لبرنامج شارقة مدينة مراعية للسن إنه نجعل إمارة الشارقة بيئة مثلى لتعايش جميع الأعمار برفاهية وبتوفير كافة عناصر جودة الحياة لجميع السكان في إمارة الشارقة، وذلك من خلال استمراريتنا في دعم الخطط والبرامج من خلال استهداف الدوائر كبار السن، من خلال استهداف شخصيات مجتمعية تساهم في وضع الخطط الاستراتيجية القادمة للبرنامج. وإحنا عقدنا ورشة عصف ذهني من أجل استمطار الأفكار وخلق مبادرات مميزة تخدم إمارة الشارقة وتصب في معايير البرنامج. مستقبل إمارة الشارقة في مجال رعاية كبار السن، خلنا نقول مستقبل إمارة الشارقة في أيادي أمينة
دام صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظ الله ورعاه مكرس جهود الإمارة في رعاية كبار السن من خلال الخدمات المستمرة التي تحظى بها إمارة الشارقة، خلينا نقول سنوياً، بخدمات تليق بكبار السن. احنا اليوم نعمل لنكون احنا ضمن الفئات المستهدفة في المستقبل. اليوم اذا احنا بنتكلم عن كبار السن اللي كانوا مسجلين عندنا في بداية انطلاق الخدمة، كانت الفئة أغلبيتها غير متعلمة. اليوم احنا ناس عندنا منتسبين، متعلمين، مثقفين. طبعا الفئات اللي راح تكون موجودة في المستقبل بتكون فئات أكبر تعلما إن شاء الله. هذا اللي احنا قاعدين نعد له خطط وخدمات إن شاء الله تكون متناسبة مع الوضع القادم إن شاء الله.